والعيد والعيد حرب بالعجل والقلب، والعيد والعيد حرب بالعجل والقلب. عجلي يجل سيبك وقلبي يجل جرب، عجلي يجل سيبك وقلبي يجل جرب. يا قلبي محرم انت لسه ما تعب، اللي تحب يسيبك وانت بعد ما تبقى. والعيد والعيد حرب بين عجلي والقلب، عجلي يجل سيبك وقلبي يجل جرب. عجلي ولعت هو أول ألبوم لإمنا فيخر، كنت أعطينا فكرة في كلمتين على الألبوم. ولعت هو أول ألبوم لينا، فيه 10 أغنيات منوع، فيه تونسي، فيه خليجي، فيه مصري، فيه العراقي. أهم الشعراء اللي تعاملت معهم والملحنين؟ تعاملت مع عدة شعراء، سخطو الشعراء عرب اللي هم موجودين في الساحة الفنية، كما الفنان الكبير اللي أنا فرحت برشا اللي متعاملي معاه اللي هو كريم العراقي. تعاملت مع أيمن بهجة أمر، مع عوض بدوي، ندر عبد الله، ما شاء الله معناتها أسامي كبيرة. كيما في الألحان غازي العيادي، رضا بركات، تعاملت مع وليد سعد، فايز سعيد، توفيق المغربي اللي هو تبركرة وضارب بالقدا في التلحين. فمعناتها الحمد لله إنه مجموعة كبيرة من خيرة الموجودين على الساحة العربية تو. برشا يتسألوا علاش ولعت أيمن؟ هكا حبيت هكا حبيت انا من الاول، من اللي سمعت الاغنيه شدني برشا الاسم. ما خفتش انك تصدر البوم في كيما نجم نقولوا تو عهد القرصنه، يعني البيغتاج برشا ولا يبعدوا على البوم؟ مالوغوزمون ذي حاجه معناتها نعرفوها عنا مده، باش نوقفوا معناتها خاطر فما بيغتاج معناتها وقفنا. بالعكس يزلنا نقدموا معناتها بون، هي بوتيتخ تضر شركات الانتاج، معناتها شركات الانتاج اكثر من الفنان والموزعين زادة، اما ما باليد حيله. هذه حاجه نعانيو منها مش كان تونس، راهو نعانيو منها العرب الكل. اوكي ان شاء الله بالتوفيق. يعيشك يعيشك، ميرسي ميرسي ليكم، مرحبا.